احكي بصراحه اليوم، انت اليوم تنتقد السياسيين اللي هم قلت انه انتم نشاله صح؟ فعلا يعني حراميه صح؟ صح؟ زين، انت اليوم لؤي الاسدي مدير قناه الديار نعم انطاق برنامج نعم انت وكادرك نعم ودزلكم رواتب نعم انت رواتب البرنامج ما قاعد تنطي للكادر 11-16 شهر قاعد تاخذ الراتب لك ما قاعد تنطي 16 شهر؟ نعم لا انت اليوم ما تنطي مدير القناه يعني انت راتب ما قاعد تنطي للموظف انت تصير بدال المسؤول شو تسوي؟ طيب اجاوب واذا ما تثق بكلامي مستعد اخابر لؤي مدير القناه راح يثبت هذا الشيء واحد هسه غير اجاوبك تفضل اي خلاص صح ام خطا؟ اولا الله بالخير الله بالخير بس هسه هديت ها؟ هسه هديت انا احب هدوءك بالعكس ليش انا اجاوبك باي طريقه اريدها هسه هديت تعجبني اي اتفقت ويا استاذ لؤي اي قلت له انه انا استلم منك هالقد أوه. حلو؟ اوكي بالبداية كانوا اللي وياي علي سعدون وسيف صباح بحيث اجوا قالوا للمدير الساد شو كنت تنطينا اكمل قالوا شو كنت تنطينا الراتب قال يا بس لا تتعصب تدور اكمل اجاوبك 16 شهر حبيبي ماخذ الراتب حضرتك او ماخذ الراتب هو شنو يعني مثلا الماليه هي شنو اي ماخذ الراتب حضرتك ليش؟ انا اجاوبك على شنو انا اجاوبك تفضل انا اليوم من اجيت اتفقت وياك وتعاقدت وياك نعم طيب انا جبت ممثلين اي حلو اي زين انا من جبت الممثلين انت الراتب اللي جاي تعطيني ما يكفيني انا بيتنا بس مايه بنزين يوميا روح بس هيك قول للمدير غير اكمل يا حبيبي قول للمدير هذا الكلام مو المدير يصرف راتب لهم نزار يصرف راتب لهم وانت ما تنطي انت سالتني خلصت سؤالك تفضل راح اجاوبك راح اعلق تفضل لا اذا تحكي على مو تعرف شلون بس باوع انت لا تباوع انت شنو ابو مرايه لا عيوني لك اسمع جاي حاكي جايك بالدليل تفضل اي حبيبي نعم فاعطيتني انت اليوم الراتب نعم. الراتب ما جاي يكفيني هاي وحده انا 500 الف هاي بس بنزين ودهن طوش زين انا اليوم كممثل غير احب اطور نفسي واكون نفسي يعني ما كل يوم واحد يطمح حتى هسه ما تطمح تشتري سياره احدث ما تطمح انه تقعد ببيت بوحدك بس ما اخذ راتب الكادر يا اخي غير راح اجاوبك لا اله الا الله جاي اجاوبك ما اخذ راتب الكادر ما تطمح اطمح انا راتبي محدود اي اللي يبقى نشقد اللي يبقى تقريبا بال 300 الف اي انا اليوم الكادر اللي وياي دائما نروح نقعد شكو قاعده اليوم انا من اروح اقعد شكو قاعده يكون الحساب علي هاي انا من احكي لك بداياتي من احكي لك اللي كانت استلم 600 و700 دولار اللي هي شهر كامل انا ادق شهر كامل انا ادق على 700 دولار يصير تقريبا بالما يقارب مليون او اقل المليون بس الكادر اشتكى للمدير انه انت ماخذ راتب انا جاي اجاوبك حبيبي انا جايبك انت مو انت جايبني انا جاي احاكيك انت ليش عصبي؟ غير اجاوبك واحد يدافع عن نفسه العاد شلون تريدني اجاوبك ليش شلون؟ ليش عصبي؟ اوكي نزار حبيبي انا راح اجاوبك بطريقه شفافيه علي انا جاي اجاوبك نزار كادرك اشتكى لان عندهم رواتب من القناه قالوا للمدير استاذ وين راتبنا؟ اخي انت 16 شهر راتب اخي انت تقدر تتصل علي لو انا اتصل لا انا اتصل صار اتفاق اكوش قال لي علي وتقدر تحلفه وانا ما اخاف وواثق الخطوه يمشي ملكا اتصل بي اتصل بي تقدر تقول له علي اتصل, أتصل حبيبي شنو السالفه نعم ترى اقول لك واثق الخطوه يمشي ملكا ما اخاف نعم قال لي علي انه قلت له لؤي استاذ لؤي او ابو نور اسميه قلت له ابو نور ترى ما جاي يكفني والولي جاي يقول له لعلا واحنا ما انه قلت له والحسين ما جاي يكفن وفعلا انا ما جاي يكفن انا ما بايق انت مشاهدات اليوتيوب جاي تستلم من براسي مشاهدات يوتيوب مو تستلم بيهن اعطيني زيد راتب على مود اطل الولد تعطيني اقل من مليون وين اوديهن اثنين نعم على مود يعرفون المعاناه فضل. اللي جاي نتعبها فضل. وكذا فضل. نعم. اثنين قال لي علي ايش راح اسوي لك وهاي هم شهود نعم. اذا ينكرون نعم. اكو حلفان قال لي علي انا راح اخصص لهم كل واحد 250 الف انت اطلع من يمها حلو قلت له خلاص اطلع قال لي خابرتهم قلت لهم بعد يا ولد تسلمونهم من استاذ لؤي انا وحدي لان بدليل انا عندي منصه الفيسبوك وعندي منصه الانستغرام وعندي منصه ايهن هذن ما كان عندي يوتيوب اليوتيوب سويته بال 2019 هذن منصتين كانت عندي انشر بيهن ماشي واتعب وانا اللي اكتب وانا اللي اعلم جيد يعني من انا من جبتهم الولد انا ما انتقص من قيمتهم ليش اشتكوا عليك؟ اخي غير اجاوبك يا اخي اشتكوا مو من اشتكاء قالوا علي انه ما جاي تجينا رواتب قلت لهم استاذ لؤي هو اللي يعطيكم اتفقت وياه قال لي انا راح اعطيهم فقال لي انا راح اخصص لهم 250 الرجل رجع قال على اكو ميزانيه ما جاي تجي حلو الكلام جاي كذا جاي كذا جاي كذا لا اكثر ولا اقل استاذ لؤي الاسدي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله استاذ نزار شو اخبارك ان شاء الله بخير الله يخليك حبيبي عافيتك امورك
الله يخليك يا طيب. نذكر اسمك بالبرنامج وحق الرد مكفول. ضيفي علي سمير صبيح. اهلا وسهلا. سؤال السؤال، انت مدير قناة الديار صح؟ اي. هل في يوم اشتكوا لك موظفينك لين 16 شهر ما ماخذين راتب وانت تنطي راتب كنت لعلي سمير هو ماخذ الراتب؟ اكوش معلومة وصلت؟ اول شيء الف تحية لك والكادر قناة الرشيد. شكرا، يسلمون عليك. المخرج الرائع محمد الحبوبي. سلم عليك استاذ محمد الحبوبي. لو الله يخليك. نعم. الله يحفظك. اكوش معلومة لو اني غلطان؟ اول شيء خلي نكون واضحين. نعم. انا وعلي بداية الامر انه ما عندي خلاف. دي. خروج علي سمير من الجروب. اي. هو كان ضمن نعم. الجروب الداخلي بيناتهم، جروب بيناتهم. بلشوا سوا وتفلش الجروب وانهم رجعوا الشباب. اشتكوا مو انا حتى اعرف معلومتي، اشتكوا يمك لو ما اشتكوا الشباب؟ والله انا كنت مسافر عزيزي. رجعت من السفر. نعم. كان الاستاذ بكر نايف بذاك الوقت يصور. جيد. وياهم صار جيد. اشكال ويا علي خابرنا عليه. نعم. قال لي انا بعد ما راح اصور. قلت له شنو السبب؟ نعم. قال لي ماكو احترام لي او فشي. قلت له علاه وقف التصوير. نعم. بما انه انت قائد العمل. حلو. على ما اجي انا ان شاء الله ويصير خير نصور. استاذ لؤي الكادر اشتكى منو لعد؟ انت مدير الفضائيه منو اشتكى لعد؟ ايه جايك بالسوالف. نعم. بهالاثناء الشباب رفضوا. اي. يعني ليش رفضت تصورون؟ قالوا استاذ احنا لازم تعطونا حقوقنا. خوش. قلت له ليش انطيكم حقوقكم؟ حقوقكم واصله. قال استاذ من بلشنا لليوم احنا ما مستلمين حقوق. ها. قلت له شلون يصير هذا؟ مو حق، شلون ما مستلمين حقوق؟ وانت كنت تنطي الرواتب. اي انا كنت انطي الرواتب والحقوق اللي قلت له عليهن. والحقوق اللي قلت له عليهن انا راح اسلمهم كل واحد 250، شنو تقول عليها؟ قلت له انا راح انطيهم. اي شلون شلون عزيزي؟ من قلت له انا راح، قلت لك لؤي، قلت لك ابو نور الراتب ما جاي يكفي، جاي اذبهم كلهن على البنزين واكل الولد ومصاريف، وانا جاي اجيب اكل وكذا، يا ريت انه تخصص لهم راتب على مود اطلع من السالفه. قلت له انا راح انطيهم بالموسم الثاني مو الموسم الاول اللي قدمته. قلت له انا راح اعطيهم كل واحد 250 او 200 الف، صح لو غلط؟ وانا التزمت بهذا الشيء. خلاص غير بعد انت تعطيهم، انا شعلي. ليش جو اشتكى يمك؟ شلون انت شعليك؟ لا لا شو غير انا شعلي؟ انت مو هاي ومن فمك ادينك غير انت تقول تقول انا قلت لك هيك وانا راح اعطيهم. هذا انت والموسم الاول ايش قد قدمت؟ قدمت انا 4 اسابيع، وين 16 شهر؟ في الرساله خلصوها بشهرين. علاو عزيزي، عزيزي حبيبي، اذا طريقه الكلام وياك هيجي فانا اقول لك في مان لا وقيم. اما اذا تريد، اذا تريد الناس تعرف طريقه الكلام. استاذ لؤي هو من فمك ادينك، هو جاي يقول لك انا رد انا قلت حبيبي. علي سمير كان راتبه بذاك الوقت 600 الف. طيب زين. نعم. مول وياه باختصار استاذ، مول وياه علي سمير واللي وياه 3 اشخاص كل واحد 300 الف. زين انت مطين بالاسماء 300 الف. اي اي يعني 900 الف بالشهر كان ياخذ حق اصدقائه لمده 14 شهر. 14 شهر تاخذ حق اصدقائك؟ بس دقيقه، بس دقيقه، اذا انت مقاوم بالرياضيات انا جابر بن حيان هن 600 و900 ايش قد؟ ايه مليون ونص. أي. انت كنت تعطي مليون، وين مليون ونص؟ لا مليون ونص كنت انطي. اخي عندك انت بنود وروح شوف ان اذا انت زين فهذا بعد انا اخر. لا حبيبي عندك انت كنت تسلمني. لا لا وبعدين انا هسحارك على ماده يعني فلوس انت جاي كنت تستلم مليون ونص وبعدها. اخي وين انت جايبني عشان مدير القناه قاعد يقول لك اخذ الحقوق، انت ماخذ حقوق؟ انا ماخذ حق تعبي، شنو اللي عاد؟ انا القناه صعدت براسي، قناه اول ما جيتها 20 الف، شارع العامه يعرفونها، وصلت مليون ونص تعب. هذا العد منين يجيك؟ منين يجي هذا التعب؟ تقدير ماكو. قلت لك انت تعطيهم، قلت لي علي انا راح اسلمهم كل واحد 250. لا لا مو هيك حبيبي، لا لا مو هيك، اتفقنا كان نهايه الحديث بوجود بكر نايف. اخي انت شنو السالفه؟ استاذ لؤي يعني اكبك من رجليك توقع على راسك، اكبك من راسك توقع على رجليك. انت هسه مختصر مفيد استاذ لؤي، انت كمدير قناه انت انطيت لكل شخص 300 الف بالاسم صح؟ لا حبيبي انت عاقد وياي نزار، انت جاي تستوعب؟ انت بسلفه؟ انت جاي تستوعب؟ ملايين و400 اجور علي سعدون وسيف صباح. واشتكوا يمك؟ انت علي سعدون وسيف صباح ذولا منين تجابهم على مود تتاجرهم؟ انا جيت استاذ لؤي شكرا، حق رد مقبول لك. ما يشتغلون عندك، هم يشتغلون الفضائيه يا فضائيه غير انا جبت. ما يصير تاخذ راتبهم، ما دامك راتب ما يصير تاخذه. اخي ما ماخذ حق، انت جاي تتهمني وقاعد هو يسال لؤي يقول هذا هو يقول لك غير، هو يقول انا راح اعطيهم فلوس.
انا تعبي على شنو تصعد القناه؟ شنو انا عوضتهم بما انه انت وعدتهم ليش عوضتهم؟ ترى ربما يحسوني اخوك عليم نعم. انتهى الحديث انه علي سلمهم 1400 دولار. شنو سلمهم 1400؟ سلمهم ايه كل شخص راح يعوضه علي سمير 800 دولار. وما عوضهم؟ ما عوضهم؟ انت اسمعني حبيبي، انتهى الاتفاق وبوجود بكر نايف والاستاذ مشرق ريسان وبوجود حسن هادي، وقال خابر اخوه اسمه حسوني اتذكر، قال له حسوني تعال لي على باب الشرجي جيب له وياك فلوس من امي اللي هي 1400 دولار جابهم؟ 800 دولار لا، وبعدها علي سمير اختفى وما انطت جماعته فلوس. علي من اختفيت؟ انت قلت انا راح اعطيهم تعبه هذا. انت شكرا استاذ لؤي. لا لا انا اخي انت بالبدايه عوضهم زين، وانت ما التزمت وياهم رجعت انا عوضتهم. حبيبي استاذ لؤي حبيبي، احنا اليوم اذا حبيبي اليوم اذا نريد نحكي فنحكي، احنا مثل ما نقول مقابل، انا ما عندي وجهين. نعم ماشي. اذا تريد تحسبهن فانا اقل مشاهده عندك على يوتيوب 10 مليون، اذا تريد تحسبهن علي خلنا اكمل لك. انت مو شريكك العد، انا مو من حقك انت ما تعطي فلوسهم، انت قلت لي علاوي انا راح اعطيهم هسه هاي انا جاي اجاوبك. شكرا استاذ لؤي نورتني. خلي اوضح على شغله. نعم كان يقول للجماعه يستقبلهم يقول لهم ابو نور ما عندي ابو نور كذا، وهذا من كلامك انت من كلامك والشباب انت من كلامك تقول لي علي انا ما عندي. لا 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 ماكو شيء مستحيل. واصبر. لا لا مستحيل، لا مستحيل. سلوي شكرا نورتني. مستحيل يعني حبيبي راح ادز لك ارقام الشباب ومن كانت تخابر. شكرا خابرة. شكرا نورتني، تحياتي لك. حق رد كان مكفول الي، ذلك انا اخذته، انت اعطيت وجهه نظرك. نعم. وانت كذلك هو اعطى وجهه نظره. نعم. وقالوا انه الشباب مشتكين خلاص. هو ماكو شباب مشتكي حبيبي، اليوم انا اجيبك. نعم. انا اجيبك، انت ما عندك فيديو بحنه، جبتك وطلعتك وياي ومن اتفقت وياهم قلت له يابا فلوس للولد انا الراتب ما جاي يكفيني، وانا احكيها وامام الناس. قناتي يقول يعني صار لهم رواتب، انت المفروض تقول لهم. انا موقع العقد وياه، انت جاي تستوعب؟ استوعب. انت هسه انت مقدم برامج. لا. من نتوقع عقد اخوك له دخل؟ اخوك وياك. بس هم اشتكوا. لا 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 انت جاي تستوعبني. نسد الموضوع. انت لا تظل تقمز. لا ما لا لا ما اقمز. لا ما سده. تفضل جاوب. انا جاوبك. نعم. لا مو من حقك السده. تساله تفضل. تفضل لا لا تفضل تفضل. شنو ذيب انت؟ لا تفضل. فانت سالتني قلت له هيجي. من جبتهم قال لي علي انا راح اعطيهم راتب من يمي. كل واحد 250 من باب الصداقه قلت له ابو نور ما جاي تكفيني، فعلا ما تكفيني. بذاك الوقت انا بنزين من بس مايه لحد هنا باب الشرجي ايش قد؟ يوميا 15,000، اذا تريد تضربهم 450,000 على دهن زين اكل شرب، وانا متزوج وعندي طفله، شنو اللي يريد اسويه؟ والله انا بس اتصعد لمشاهده اصعد قناته؟ غير انا بدي اطور من نفسي، غير انا بدي اوصل نفسي. اضافتك كانت لهم اكثر مما هم اضافوا لك؟ اكثر مما هم ادخل مشاهده قبل لا اسوي البرنامج لهم. 5 مشاهدين يدخل هو والعائله يبوا على البرنامج مالتهم، غير انا جبتهم سويت لهم ملايين صعدتها. مصعدتها مو اقول لك انا اتملق وهاي لا، بس انا سويت وتعبت ولليوم جات تصعد مشاهداتهم. ليش طلعت؟ ها؟ ليش طلعت مؤخرا بعدين؟ ما استمريت وليش؟ ما استمريت اكو صار خلاف بالعمل مو من هاي، اكو شيء اسمه اليوم احترام، اليوم انا اذا ما اخلي قيمه لنفسي فما راح اخلي العالم تهابني وتحترمني. فلهذا السبب اليوم اللي يقلل احترامه بكائن من يكون بأي مجال لا أنا واقفة على حده.